نروح على فقرة هموم الشارع. احنا حريصين زي ما انتم عارفين حضراتكم ان احنا بنقدمها لكم بشكل منتظم. تقريرنا اللي جاي من محافظة الغربية بيرصد مأساة سيدة كل حلمها، هي عندها بيت صغير، كل حلمها انها توصل الكهرباء للبيت، لكن للأسف يبدو ان طلبها صعب قوي على أصحاب القرار. تعالوا نشوف ايه الشروط اللي مطلوبة من الست دي عشان توصل كهرباء لبيت صغير. صدق أو لا تصدق، من أجل إدخال عداد كهرباء إلى منزل مكون من طابقين عليك إما دفع مبلغ 600 ألف جنيه أو تكبير محول البلد العمومي. هذا هو حال أصحاب هذا المنزل في قرية نهطاي في محافظة الغربية، الذين قاموا ببناء منزل لهم منذ سنتين وإلى الآن في معاناة وتبادل للاتهامات بين المحليات ومجلس المدينة. بدي كان مبني قبل كده، كان في عدادين اتنين كهرباء، زلته برخصة وبنيت برخصة، الرخص اتكلفت فوق ال 35 ألف جنيه عشان أمشي رسم، رحت أركب كهرباء قال لك أنت متخطي ال 2000 رخصة في الترخيص، قلت لهم مش عايز ترخيص. ركبوا لي العشوائي، أنا موافق إن أنا أدفع الزيادة. قالوا لي لا مش بمزاجك، أنت دخلت تحت بند الترخيص، رحت قال لك مالكش حلول لأن أنت تخطيت ال 2000 متر. ترخيصي كان 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 بست أدوار. كده تخطيت زي ما الكهرباء بتقول، اللي انا فهمته بعد كده لما رحت لهم ان انت تخطيت ال 2000 متر وده قانون عندهم. طب يا فندم، طب حقكوا علي ارجع ارجع الترخيص تاني واخليه بالادوار اللي بالدورين اللي انا عملتهم؟ لا ما ينفعش، الشارع عندك عريض. طب هو مشكلتي ان الشارع عريض، طب انا اعمل ايه؟ طب يا جماعه ايه الحل؟ قال لي لا توفر حجره في قلب المبنى، لا اما توفر لنا حجره في خلال ال 300 متر من المبنى. المبنى زي ما حضرتك شايفة مش مطابق للمواصفات اللي هم عايزين، هم عايزين طول 4 متر. جبت لهم غرفة في مكان تاني في الشارع اللي ورايا مظبوطة في كل المواصفات. الراجل الباشا المحترم بتاع المحل رئيس القطاع قال مش هينفع الشارع 4 متر، احنا عايزين 6 متر. قلت له يا فندم تعالى شوف في نهطاي كلها الشوارع ماشية ايه. يا فندم المحليات غلطت في حقي. قالوا لا طالما المحليات الغلطة عندها حقك علينا هندخلك حاجة تحت بند التيسيرات. التيسيرات دي يا فندم اللي هي ايه؟ هتكبري محول البلد على حسابك. على حسابي يا فندم؟ ده بيت دورين اتنين. قالوا لي هنكبر لك المحول، هيكلفك في حدود 100 ألف جنيه. قلت عوض على الله بجملة الخسارة، اتصرفت في فلوس واتدينت وعملت. جينا نحسب اللي بعد ما دخلت لجنه ووافقوا بتكبير محول لقيتهم جايبين 600 ألف جنيه. حضرتك شوف الزباله وشوف الوضع اللي انا فيه بقاله سنتين اتنين على كده. بناتي كبار ومخطوبين ودنيتي وقفت على كده، لا عارفه استفيده اقعد فيه ولا عارفه اجره ولا اي حاجه. نيفين سليم، 90 دقيقه، قناه المحور. ايه الارقام اللي احنا بنسمعها دي؟ 100 ألف جنيه، 600 ألف جنيه، او تتنازل عن المحل اللي عندها. على فكرة هي كان عندها عداد كهرباء في الاصل، هي راحت تعمل احلال وتجديد، طالبين منها 600 ألف جنيه، يعني اغلى من على ما اعتقد من الشقة والمحل والارض، اغلى من البيت نفسه. يعني هي تاخد 600 ألف جنيه تروح تشتري بيت تاني عشان عداد الكهرباء. شيء غريب بصراحة، يعني شيء لا يصدقه عقل. لازم يكون في تحقيق في هذه الواقعة ومن المسؤولين في الغربية ويتعرف بالظبط ايه الموضوع، ايه 600 ألف جنيه عشان اعمل احلال وتجديد لعداد كهرباء. السيد محافظ الغربية، ارجو ان حضرتك تلقي نظرة على هذه الحالة وتحقق في الشكوى دي وتشوف ايه المبالغ دي؟ هل كل الناس كده؟ ما اعتقدش طبعا يعني.